على جنب الجهاز. بص بقى معلم بقى الحتة دي بالليل تطلع منها ذكر القرموط انسى. اوبا حتة البياضة بقى. اوبا انا بعشق البياض، بعشق البياضة ابو سيف. بس يا اسطى بتقول لي البحر مفيش فيه سمك ابو سيف، انت جبت طعم. ايوه ماشي يا حبيبي، ربنا معاك ربنا معاك. اجيلك؟ طب ابعت تروح له زياد؟ انا متقلي معايا. بس خلاص تمام كده، انت عملت اللي عليك يا جدع. ايه؟ طب ما احنا ممكن نفحر نطلع طعم من اي حته ولا حاجه، بس نشوف بس كده. بس هقول لك حاجه ابو سيف بقى. ابو سيف السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مساء الفل يا رجاله، كان ليه امانه معاك كنت جاي اخد مني ده صاحبي. هقول لك امانه في دلوقتي. امانه ده صاحبي اللي انت بتقول عليه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده اصلا؟ هقول لك دلوقتي بعمل ايه يا اسطى. اوعى بس كده تسيب الشنطه كده، انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ طول بالك كده، في ايه يا جدع؟ انت بص كده يا عبده، مخك تعبان يا ابني يا عم. الله 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 الله. هو ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اكيد في حاجة غلط، الجهاز بعيد عن النور. الو الو الو، نور الجهاز بعيد عنا. بعيد عنا؟ الجهاز بعيد عنا في الوقت يا نور. جاهز بعد. هو فين؟ هو فين يا له؟ انزلي يا له، انزلي يا له، انزلي يا له. مش معايا. مفتاح المكنة فين؟ مش معايا. عبده خده ومشي. في المفتاح المكنة يلا. عبده خده ومشي. عبده. بس كده عرفت اسمه. اسمه عبده.
ايوه نور سامعني. اه عمو الولا ابن الذين سابني بضرب الولا وخد الجهاز وطلع يجري. انت بتضحك على ايه؟ بضحك على خيبتك. سامعني كويس؟ اه انا ما بتفتش انا هوريك. طب ما انت لو راجل تقف. تقف هنا. ما تقف يلا. انا هوريك. انت بتكلمني ايه؟ يا عم ده عيل هرتم اللي انا كنت بضربه مع اللي كانوا سارقين الجهاز. المهم دلوقتي انا هجيلك. هتيجي دلوقتي؟ هجيلك اه لان انا عرفت شكله وعرفت اسمه. ماشي ماشي تعال تعال انا مستنيك. ماشي يلا. اه ساعه الدوشه دي شايف ان بتخانق جاز بعد عنه. نور فشل يجيب الجهاز. عامه احنا مستنيين اما يجي نشوف ايه اللي حصل. ربنا يستر شكله مش عارف يجيب الجهاز ده. عيب عليك يا زياد. يبقى ليه اخ اسمه انور وسرق الجهاز بتاعه عادي كده يعني ايزي زيه زي اي حد كده يتسرق منه التليفون. نور يديني اشاره بس اشاره وانا ادمر له الجهاز بتاعه خالص. ازاي يا عم محمد الكلام ده كله يحصل ازاي؟ مش عارف تزعق اي حد معدي في الشارع حتى يخش لك ازاي؟ ما تفهمش الكلام دوت وما تقولش الكلام ده ازاي يا احمد؟ ما لحقتش. هو دخل قفل الباب وبعدين فتح سلاح وبعدين كان هيكسر الحاجة فانا بقى خفت ممكن ضربة مطوة تيجي في وشي اموت. وبعدين هو كان عايز رقم. مين الولد ده؟ خلاص يا احمد بقى احنا مش عايزين مشاكل. هو شكله عبد الطارق. طب ماشي نشوفه. في ضابط حبيبي فوق ممكن يكلمه المباحث. هات لي كده وشه انا عايز اشوفه. من حوالي الساعة انا كنت ماشي يومها الساعة 12 12 ونص. مش كده لوحدي. اقول لك انا ايه اللي حصل. تاخد عبد عشان تصطاده استفرد بيه. اكشن وتحدي واصرار كوميدي في الكلوب وكل حب بقوتنا نهد استعمار. هنجيب عليها طيراب الشر هنعليها ولع وانت فيها ولع وانت فيها والكل ملوش فيها والكل ملوش فيها.